رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد آيات ليها هاي السرطان كدلك إثيوبيا ومقع عبير رضوان حسين أوها لتريه دنك أمني قاية رئيس الوزراء دلك إثيوبيا وربحنتنا نتاول يلوحن كسوكو بدونا علاقاتك وتليها عسوبة السرطان كدلك إثيوبيا ولليه هاي سومالي لان يوضى الشقين تكاد حيسا رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد آيات سكوشان دينكو سميي قار كميدو حكومة ديسا بحانا رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد وتليها هاي السرطان كدلك إثيوبيا ومقعابي رضوان حسين وهروها لتليها لنك أمني قاية رئيس الوزراء دلك إثيوبيا هذا بعلاقات نوعية هيا تليها عصبة السرطان كدلك إثيوبيا يسومال لانك للحياة رضوان حسين تليها عصبة هاي السرطان كدلك إثيوبيا وحاوكم إذا هارك سيدة وين وسو شقيي أما بس سيدة وين قولوا لين يهشيس كي سافكرة دي ودا قارين دولة لها سومال لان إثيوبيا وكودي بيشي كوبا دي سنة كان يلبكون يا أفريا لباتنا يقبل سياحدين رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد يا ملحوينا سومالا موسى بيه عبدي وحانا وها مسؤول في قوه رأي دولة إثيوبيا كتر سنة يشيس كاسي سافكرة دي ودا قارين دولة لها سومالا إثيوبيا سفا فاسان وقه الله مارك يشيس كاسي سافكرة دي ودا سياحدين سومالا إثيوبيا كاسيو وها مسؤول في قوه رأي يسر رسمي الدبال خوغو قاضي إن سومالي لانا يو بلان قاضي ديگان كالوغو هيا يكسي سو دولة فدرال كإثيوبيا نكالي ستسلقة ملتارية إسلام مركزينا بدا استعمال كيغا هالكاسي لقصينا يو رضوان حسين وحا وكمي يهيك عن رئيس الوزراء دلك إثيوبيا وحانا وطليها العسوبة رئيس الوزراء إثيوبيا ومقع عباي سرطان كدلك إثيوبيا وترابر لو تشارو سعوه لكو يميد مقالة هركي سايساق يو وفت عرسو كسعود الدولة فدر هالك إثيوبيا مدح دو سر رئيس السومالي لان وقوه ريا مدح بينها سومالا المسبيح عبدي كورين تيان هشيس كساف كردين وذكارين سومالا إثيوبيا وحاناي أمو وقتا مقع عبيدة تليها نعسوب يسرطون كدلك إثيوبيا ينو سر اسمي أولا سعود الراغي هذا كردن كا هشيس كسي ساف كردين وذكارين سومالا إثيوبيا يعينو سيقار أولا سعود العيد كستو كورتي مادا إشي سيدا سيدا سفكرة دي بودا قارين دولة دها سومالا إثيوبيا بحانا ورقو انتا سيكو تريان إنو قوكل حالو نقون طورو وفتيقا علوس رئيس الوزراء دلك إثيوبيا وهو قايمنا يو إلا فلا يوين دوان إسو قارين أما سومالي لان إسلام مركاسينا إشي ساسي سفكرة دي سومالا إثيوبيا هلكا سيلو قلا سيحان طورو سيو فلا إشي سكا سفكرة دي بودا قارين سومالا إثيوبيا إنا عاكلا تدك فلانقيا رماها السياسة عيا رضوان حسين وحكو تلمامان إنو جهين إن آذكو حلير arimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda geeska iyo sidoo kale la macaamilka wadamada geeska waxaana magacaabidaasi ay walaac xoogin ku abuuri doontaa wadamo badan oo ka soo horjeeda heshiiska safarada ee dhowaan ay wada gaadheen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya bishan gudaheegana loo diyaar garoobayo fulinta heshiiska safarada ay wada gaadheen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya